الأسنان شيء مهم جدا، وعالم الأسنان عالم سحر. أنا قعدت سنين على ما وصلت إن لا، أنا هعمل أشعة مقطعية وأنا بخلع ضرس العقل عشان أنا مش عايزة مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش أبدا إن مريض السكر مش هيزرع. المشكلة بتقابلني في التقويم إن بيجيلي العيان أوريدي مركب الجهاز، الحالة متشخصة غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة أسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس ويقول لك أنا عملته علاج جذور وطلع خراج وقعد ينزل في مدة وحصل وحصل وحصل، أبص في بقه الضرس مش موجود أصلا. مساء الخير، أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. أنا اكتشفت إن موضوع التشخيص موضوع في منتهى الأهمية ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي. ملوش أي علاقة. والعقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقة دخلت بس عقل ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي فرحتك. الدكتور اسراء احمد السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كليه طب القصر العيني، ماجستير جراحه الفم والاسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. لكن وإحنا بنتكلم على الأسنان مهم قوي قوي إن أنتوا كمان تتطوروا، أنتوا تعرفوا تسألوا إزاي، تحكوا إزاي، تسمعوا الكلام إزاي. لما يتقال لكم خطة علاجية يبقى أنتوا فاهمين إن دي خطة علاجية خاصة بالمخطط الدكتور مش بيكون انتوا بس، أو مش حضرتك هتحط مناخيرك في الخطة العلاجية وتفرض دماغك أنت. أنا بسمع كلام من الناس يضايق. دايماً الناس بتبقى عايزة تنفذ الخطة قبل ما تتحط، يعني الأول شوفي لي ضرسي دوت محتاج إيه وبعد كده نحط الخطة بعدين. لا، هو الصح الخطة الأول بتتحط وكده نبدأ ننفذها جزء جزء، وده الصح. إيه سبب فقد الأسنان في سن صغير قوي كده؟ هل في سكر؟ هل في أمراض مناعية؟ هل في حاجة مثلا زي كيماوي زي إشعاع؟ زي يعني 55 سنة صغيرة على كل الأسنان. تدعيم العظم دوت حاجة محتاج العيان يستوعبها كويس. تدعيم العظم ممكن قدامي أنا على الأشعة العظم حالته جيدة، لكن في كيرفز، يعني مثلا الفك السفلي في كيرفز، في العظم ما هوش ستريت، يعني مش هيغطي الزرعة بشكل كامل. الشاسيه دوت مستو انه قوي جدا يقدر يستحمل المضغ، بيقوي الزرعات ببعضها، يعني ما يبقاش كل زرعة منفصلة. ليه؟ لان انت عامل 6 زرعات محمل عليها من 16 ل 18 ضرس. والدي كان مركب تركيبات معدنية قديمة، بعتها على والدي، شكلها وحش قوي وفرح يقرب. حلو. هو مين اللي فرحه يقرب؟ هو فرحه يقرب، هو وبابا بابا يطلع شكله لطيف في الصور. والله ده جميل، برب ابوه قوي ما شاء الله. والله يبرب ابوه. بس برضه واقفه هنا، هل هو بر ولا بيتحرك عشان منظر الاسره والمنظر قدامنا سايبه؟ الاثنين واحد. هو برضه عايز منظره حلو. ما كانش بر من بدري ليه؟ خدش باله وقت. لا، هو اتفاجئ بالجواز فيعني هو. يعني انت لا انت بص، لا لا لا، هو بر ان شاء الله. ماشي، بر تمام، بس يعني ما كانش متخيل الوقت المناسب. بس حلو، ماشي، انا ما اخلي دي تمام. اللي دلوقتي منك خير وبركه. هو سؤاله علمي، الباقي بقى اللي هو عنده تركيبات معدنيه. هل يمكن تغيرها؟ طبعا، لان في ناس عندها اعتقاد لا اصل انا لو غيرتها هتعملي مشكله ولا. طيب بس هو مبدئيا التركيبات المعدنيه فيها مشكله كبيره، ان هي من الحاجات اللي ما بتكونش مقفله كويس على الاسنان، وقد
تلاقي تحتها السنان مسوسه لدرجه انها بقت عامله زي العجينه او خلاص بقت فراجايل جدا وبقت ضعيفه جدا. فوارد ان انت لما تيجي تشيل التركيبه المعدنيه دي تلاقي الاسنان محتاجه علاج عصب ومحتاجه تتبني ومحتاجه انها تترمم ومحتاجين نبني. هي بس كل المشكله في تغيير التركيبات المعدنيه انه لازم يحط في دماغه ان السنان ديت مش مجرد هتشيل تركيبه معدنيه هتحط تركيبه تجميليه. لا، الموضوع لازم هياخد المسار الطبيعي اللي هو ننزل التركيبه المعدنيه. هنا برضو في حاجة مفروض الناس تبقى عارفينها، ليه الناس دايما بتيجي تقول ايه احنا عملنا اشعة مقطعية؟ المفروض ان حاجة تعرفي ايه اللي تحت الترابيش كمان. لا، ما ينفعش. المقطعية وكل انواع الاشعة بتخترق الانسجة الطبيعية مش الانسجة الصناعية وبالذات المعدنية. بمعنى يعني عمر ما الأشعة بتاعة السي تي أو أي نوع هتقدر تخترق المعدن وتقول لنا الضرس من جوه وضعه إيه. عشان كده دايما اللي مركب تركيبات معدنية، ودي موضوع مهم قوي إن احنا نتكلم فيه، اللي مركب تركيبة معدنية أنا لما بعمل له أشعة بقرأ الحاجة الطبيعية، بقرأ العظم شكله إيه وكل التفاصيل واللفة وكل حاجة، بس ما أقدرش أقرأ اللي تحت التركيبة المعدن إيه. عشان كده بقول دايما للناس اللي بتزورني، بعد انا بحط الخطه على الوضع ده، بعد ما بننزل التركيبه المعدنيه وارد تغيير الخطه. ليه؟ لان الاشعاع ما بيعديش جوه المعدن، فوارد او يبقى من بره الطربوش ده يبدو مقفل، تيجي تنزل الطربوش ده تتفاجئ ان الدنيا ما بقتش احسن حاجه. ده موضوع مهم قوي، عشان دايما الناس متصوره ان الاشعه المقطعيه هي ساحر. لا، هي مش ساحر، بس هي افضل انواع الاشعه التشخيصيه في مجال طب الاسنان لحد النهارده. طيب، عندي استفسار كده سريع وبعدين كيس مهم. الاستفسار السريع، واحد بعد زرعته السنان بتاعته 10 ايام، بعد 10 ايام يعني شعر بالم شديد اسنان مضغ بالذات ومش قادر يمضغ، هو بيقول لي مش قادر امضغ خالص، هل يمكن ازاله الزرعه ولا ايه البديل؟ طيب برضه نمسك حته، يمكن ازاله الزرعه 10 ايام 3 ايام 3 شهور في كل الاوضاع ممكن تشيل الزرعه. بس الفكره في ايه؟ هو ازاي الزرعه بتوجعه بعد 10 ايام؟ يعني هو عامل تحميل فوري، يعني هو حط الزرعه والدكتور حط الوصله وحط الطربوش في نفس القعده، ده بيزود معدل ان الجسم يرفض الزرع، يعني الفيلير ريت. ادام عنده ألم في 10 ايام كده ابشر، الزرعه دي مش هتقعد، ده حمل عليها بسرعه جدا، وكان وضع العظم ما يسمحش بالتحميل، فللاسف الحاله دي هتكون فيها مشكله. ده على طول هيروح يعمل اشعه ويشوف العظم وضعه ايه والوجع جاي منين ويتعاد التشخيص تاني. و لو في مشكله في الزرعه، للاسف الزرعه دي فعلا هيشيلها. الكيس اللي جاي بقى مهم قوي، بيقول ايه؟ هو راح العيان، عنوانها بقى التشكك الفهلاوه، يعني راح لدكتور سنان وهو بيشتكي من وجع وعدد من اسنانه راحت وقعت، عنده اسنان مش موجوده في بتاع. الدكتور أصر، قال له لازم نعمل أشعة مقطعية. هو بقى سؤاله الشيك المكتوب، إيه هو دور الأشعة المقطعية؟ ده السؤال الشيك، لكن من جواه هو مش عايز مش ده اللي كاتبه، يعني اللي جواه أنتوا بتفتحوا علينا فواتير وبتكلفونا تكاليف وبتعملوا علينا شغل وشغل الدكاتره، انت واخد شغل الدكاتره. على فكره الجمله دي بقت موجوده في كل المستويات وفي كل برانشات الطب، اللي هو ايه؟ شغل الدكاتره. ده شغل دكاتره. تدور على بقت شتيمه؟ لا، ليه؟ لا، هما بيقولوها كده، الناس بتقولها كده. ما انا بتكلم بمنتهى الصراحه، اللي هو ايه؟ يعني اللي هو بالبلدي فتح عليا فواتيح شغل دكاتره هيكلفني حاجة أنا مش محتاج، أنا رايح بوجع، وأنا بقول له الحتة دي بتوجعني، الضرس ده بيوجعني، وهو عارف إن ده بيوجعني، بيعمل لي أشعة مقطعية ليه؟ هقول لك على حاجة بالصدفة يعني. النهاردة كانت عندي واحدة جميلة جدا جاية بتشتكي من ضرس بيوجعها جدا.
وبنتها طبيبة أسنان وكانت منوراني النهاردة برضه في المركز. يعني بالخبرة، يعني أنا 28 سنة شغالة، يعني غصب عني ممكن ألقطها كده من غير أشعة أصلاً. بحرك الضرس في حركة معينة كده بتعرف بيها الضرس ده مكسور ولا ملخلخ، واللخلخة دي جاية من أنهي حتة بالظبط. وأنا بحرك الضرس فبقولها للأسف الضرس ده هيحتاج نعمل أشعة مقطعية، وتوقعي إن الضرس ده هيكون جدره مكسور. فالبنت طبيبة أسنان لسه شابة صغيرة قالت لأ دوت ضرس مخروم. قلت لها طب حضرتك عملتي تشكل الحركة؟ قالت لي لأ مش مهم الحركة خالص، إحنا عايزين نسد الخرم. قلت لها لأ هو ما فيش حاجة اسمها كده، هو معلش نجيب بقى الموضوع من إيه من أوله، ما ينفعش حاجة اسمها نسد الخرم. حضرتك أسد الخرم في ضرس بيتحرك وأنا شاكة بنسبة 90% إنه مكسور. عملنا أشعة تفاجأنا بإيه؟ إن قدرا كلامي طلع صح، الضرس جذوره مفصولة بالعرض، الجزء اللي فوق ده التاج بتاعه بيتحرك في اتجاه واللي تحت بيتحرك في اتجاه. فاضطرينا نعمل ايه؟ اضطرينا ان انا اقول لها خلع عسرة لان الضرس مقطوم بالعرض، طربوش الضرس ماشي في اتجاه والجدر ماشي في اتجاه. فدايما اشعة المقطعية دايما هي جايد ما هي الشغل. يعني مثلا حالة زي كده المريض دوت جاي بيشتكي من الجنب اللي تحت، بالنسبه لنا احنا واحنا قاعدين في شمال الشاشه بالنسبه للمريض ده يمينه. طيب هو دلوقتي جاي بيشتكي ان عنده وجع في الضرس اللي تحت ومش لاقي سبب ومش عارف الفراغ اللي ما بين الضرسين ده ليه بيدخل اكل ويتسد ازاي. فانت لو بصيت للحاله دي باسرع ما يمكن سريعا كده هتقول اه الضرس اللي بيوجعك ده بتعمل علاج جذور والمكان اللي ما بين الضرسين دوت بوكيت ويلا خلص الموضوع. لما انا بصر اعمل اشعه، بصر اعمل اشعه نتيجه 28 سنه شغل، لما الحاجه بتكون مش واضحه انها عاديه لازم تعمل اشعه عشان تعرف ايه السر في القصه دي. فدايما اللي يطلع لك السر هو الاشعه المقطعيه. اكتشفنا ان في ضرس مدفون بالعرض ده بريمولر يعني اسمه ضواحك. الضرس دوت عمال يدخل في الضرس اللي قبله بالعرض ده فعمال يوجعه. المكان اللي فوق دوت مكان ما بين ضرسين نتيجه ان ده عامل كده وده عامل كده، الضرسين دول عاملين كده وفي فراغ في النص لازم هيبقى بيدخل اكل. الصح ان احنا نشيل الضرس اللي مدفون ده علشان يبطل يزق في الضرس المعتدل. الضرس المعتدل هيتعمل برضه علاج عصب بس بعد ما ابص في المقطعيه دي، مش مقطعيه دي بانوراما. ليه انا عملت؟ علشان ما اقدرش اشرح للجمهور على مقطعيه لان المقطعيه دي سنين عشان تعرف تقراها. هشوف الاول مدى التاكل اللي في الجدر اللي حصل. لو التاكل اللي في الجدر كبير هعمل عصب، يعني هشيل العصب بتاع الضرس. طيب لو مش كبير وهو بس قريب منه مش لامسه يبقى خلاص كده دوت مش هيتعمل علاج عصب. فالفكره في ايه؟ الفكره ان الاشعه المقطعيه ما هياش شغل. الأشعة المقطعية بتوضح لك حاجات أنت مش قادر تشوفها بعينك المجردة. يعني برضو من ضمن الحاجات الغريبة كان في برضو امبارح مدام جاية بتقولي أنا عندي السنة القدام ديت لونها مصفر مش عارفة ليه، ممكن تبقى من القهوة، ممكن تكون من السجاير، ممكن تكون. عملت لها أشعة مقطعية اكتشفت إيه؟ اكتشفت إن في تحتها سيست أو تجمع كبير اسمه كيس دهني، كيس دموي، ليه أكتر من اسم. ليه كيس كبير واخد تقريبا الدقن كله، وهي كل اللي في دماغها ان دوت تلون من القهوه او من السجاير او من اي ملونات في الاكل. لما انا اتكلمت معاها هي اتخبطت في السنه دي من اكتر من 20 سنه ونسيت. فالمشكله ان ابتدى الكيس دوت يكبر يضغط على العظم في لون، ليه؟ لان السنه دي ميته، فلما بتبقى ميته بتغير لونها بالوقت. فالاشعه المقطعيه وضحت ايه؟ لو انت اخدت الموضوع كده بسرعه ركبي فينين عشان نغير لونها، اعملي تبييض، اعملي تنظيف وتلميع. لا لازم تعرف لما يكون في حاجه غريبه لازم تعمل اشعه مقطعيه. ولما عملنا اشعه مقطعيه فعلا هي اتخضت، هي ما كانتش متصوره، هي جايه سنه غامقه عايز فتحها بس. والاشعه المقطعيه الجايد احنا برضو ما بنفتحش شغل، والله احنا بنفتح شغل. هي بتعمل اشعه بيطلع لك المشكله هتعمل ايه؟ احنا واقعيين، يعني احنا واقعيين يعني ايه؟ يعني بنحكي الناس بتفكر ازاي. بعض الناس، في ناس ما بتفكرش كده، في ناس بتفكر بشكل علمي، لكن لازم نروح لعقول الناس اللي بتفكر كده
وطلع الفكره الغلط ونحط بدلها فكره صح. يعني جو زراعه بحاول ان انا اعمل كده فعلا. زراعه الصح ان انا اخلي الناس بس تفكر صح. لان المشكله ان الفكر الغلط هو اللي بيقود الطريق الغلط. لانها معتقدات غلط. لا مع الفكر الغلط ده بيكبر وبيسيطر على قطاع كبير من الناس وبينقلوا الناس لبعضها. بينقلوا للاولاد وللجيران للاعداد. انا روحت في حته الفلانيه قالوا لي اعمل اشعه مقطعيه، عايزين يعملوا عليا شغل، انا ما رضيتش اعمل، ورحت لواحد تاني ما عملليش وعمل لي الشغل على طول. خلاص الفكره اتنقلت. ايه اللي حصل بعد كده؟ ما حدش قعد معاه ولقى اتبهدل وتروق وجاله انفكشن وده طلع تحت بتاع سيست وما اتشالتش واتجالى فيها التهاب ودخل في مشاكل كبيره جدا واتحجز في مستشفى. ما حدش تابع بقى. برضو من الحاجات اللي برضو جات لي من الاسبوع اللي فات ان واحده عندها مشكله في سنه. المشكله ديت كل ما تروح دكتور يعمل لها علاج عصب في السنه دي ويقص جزء من الجدر. لما الجدر بتاع السنه بقى قد كده خلاص ما بقاش فيه، كل ما تروح دكتور يعمل نفس القصه. انا عملت لها اشعه مقطعيه، هبقى اجيبها لك مره لان انا ما كانتش على بالي اوريها لك النهارده. اكتشفت ايه؟ ان في كيس دهني في المنطقه دي كلها، بس اللي عمل ما عملش اشعه مقطعيه، عمل اشعه عاديه. وكل واحد عمال يقود اللي بعده. يعني ايه؟ عارف انت اللي كان واقف على طابور وفي الاخر الناس وقفت وراه، وقفوا وراه في الاخر طلع مصدع وساند راسه. هو ده بالظبط هي النكته بتاعت زمان دي. كل القصه ان في دكتور من الاول شخص ان السنه دي وجعها عمل لها علاج عصب، الوجع ما بيروحش، اما راحت الدكتور اللي بعده قام مشي بنفس مسار اللي قبله، قام عامل لها اعاده لعلاج العصب وقص جزء من الجدر اللي هو شاكك ان هو فيه عدوى تحته. راحت للي بعده قام مشي على طريق الاثنين اللي قبله وقام هو مكمل قص الجدر. لما الجدر بقى تلت خلاص الجدر ما بقاش فيه، هو طير الجدر كله، محدش فيهم فكر يعمل اشعه مقطعيه. عملت اشعه مقطعيه اكتشفت ايه؟ ان اكتشفت ان في كيس دهني واخد تقريبا تلت الفك او ربع الفك، ده رقم كبير جدا. وان السنان اللي متعلقه دي كلها لازم تتعمل علاج عصب، بس لان كل علاج عصب ويتقص الجدر ويتشال الكيس من العظم كمان ويتدعم بعظم، لان ده كيس كبير. وواخد منين؟ من بره لحد سقف الحلق او نص سقف الحلق، دي مسافه كبيره. ده السر ان المريضه بتعمل علاج عصب وما بتخفش وهي مش قادره تستوعب هو في ايه. ما انا رحت لناس كتير وكلهم اشتغلوا وتعبوا وقصوا وفتحت غرز وقفلت، ما حدش بص، ما حدش عمل مقطعيه وما حدش بص كم ملي يمين او كم ملي شمال. بس هو دوت السر، وده جمال المقطعيه صراحه. طيب الحاله اللي جايه دي حاله مكتوب عليها بين قوسين كده حال الناس الاقتصادي، وبرضو كونسبت ما اعتقدش انه في دماغ كتير من الناس ان انا اعمل اسناني على اجزاء على فترات في الناحيه التجميليه بالذات. طيب هو بيقول ايه؟ انا عملت فينير في اسنان الاماميه بس ماديا ما اقدرش اعمل كل الاسنان، انا محتاج طبيعي. اعملهم كلهم بس طبيعي ماديا كلنا بقدرش. عندنا هل يمكن بعد مده اقوم يعني اعمل شويه دلوقتي اكمل واكمل بعد كده؟ الناس فاهمه الحته دي ولا بقى في دماغهم فكره اسيب السنان كده؟ لا في دماغهم ان انا يعمل كله لما يسيب كله. دايما اقول لهم ايه؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله. خدناها زمان في المدرسه والله خدناها والله خدناها. مش شطاره مني ولا الحاجات دي وخدناها في الكتب عادي. ما لا يدرك كله يعني ايه؟ يعني ما تقدرش توصل له كله لا يترك كله، ما تسيبوش بقى كله، امشي نص الطريق حتى تبدو قدام نفسك انك حاولت. لكن ما ينفعش ان انت تقول لا الطريق ده صعب خالص طب هفضل في مكاني، لا ده كلام مش مظبوط. انا من الناس اللي ممكن لو الخطه كبيره او مش جاهز دلوقتي لتنفيذها نعمل جزء من الخطة على حسب الأهمية والأولوية. لو الأولوية هي الابتسامة والمظهر الخارجي نبدأ بالأسنان الأمامية، لو الأولوية للمضغ ناخد الأسنان الخلفية نبدأ بيها، على حسب اللي قدامك عايز يقودك لإيه. وبرضو ممكن مثلا نفكر في حاجة، دايما الناس عادة بتفكر في الأسنان الأمامية العلوية في شكل الابتسامة. ممكن نعمل الأسنان الأمامية العلوية نيجي على الفك السفلي ندور له في فكره بديله. زي ايه؟ زي ان احنا نعمل تنظيف وتلميع تبييض، نخلي الفك اللي تحت ماتشنج لحد كبير مع الفك اللي فوق، بس ما عملناش فينيرز. ممكن نستنى بقى قد ايه؟
دي حالة مماثلة طبعاً. هو الشخص دوت طبعاً متأثر جداً بشكل الأسنان بتاعته. لو تاخد بالك السنان اللي فوق شكلها أسوأ من اللي تحت، اللي تحت نوعاً أفضل من اللي فوق. هي طبعاً مش أفضل بس اللي فوق باينين أبسوليوت يعني، بس بالنسبة للي فوق هم أفضل، هم باينين اللي فوق كمان. وبرضو الشخص العزيز عليا دوت مش قادر مادياً يعمل كل حاجة. فهنعمل ايه؟ هنمسك الفك العلوي نعمل كل ده ترميم، وكل المتضرر نعمل له اللي محتاج علاج عصب نعمله، نبدا نبرد الاسنان الفك السفلي. بص فوق زي الفل ما شاء الله تبارك الله. مفيش يعني طبيعيين وناتشرال ولون حلو ما شاء الله، والاطوال مظبوطه والطول اللثه مظبوط واللثه متورده. وبص 10 من 10 فوق. بس هو كده ماديا خلص. نعمل ايه؟ السنان اللي تحت ديت لو تاخد بالك ده ما كانش شكلها قبل الشغل. قدرنا ان احنا ننظفها كويس، لمعنا، عملنا تبييض، قدرنا نوصل لشكل معقول بالنسبه للي كان جاي بيه لحد ما يقدر يظبط نفسه ويقدر يعمل. عشان كده بقول ايه، ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعمل حاجه حاجه. ده على فكره دي النصيحه اللي انا دايما بحفظها للي حواليا، ما لا يترك كله لا يترك كله، في كل حاجه، في كل حاجه في الطب، الطب وغيره يعني، البلد كلها لو مشيت بالنصيحه دي هتبقى. وبعدين انت لو حطيت حاجه على حاجه على حاجه في الاخر هتكمل الرسمه. لكن لما تقول لا 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 ده موضوع كبير انا هقعد اعمل كل دوت، هتخسر كل حاجه. السؤال اللي جاي ده بقى سؤال يدل على ان برضو ثقافه الناس حول تجميل الاسنان لسه ما وصلتش للمستوى اللي انا اتمناه. بيقول عايز اعمل تجميل سنان مش عارف اختار الانسب والاحلى. مين اللي قال لك ان انت تختار؟ هو كنت لسه هقول لك هو اللي اختار ليه؟ طيب يعني احنا تعبانين كل ده والسنين دي كلها عشان انت اللي تختار؟ ما احنا قاعدين اهو. يعني ايه يعني ايه؟ روح لصاحب الشغلانه يعني، هو اللي هيختار لك. هي مش عربيات، وحتى في العربيات يعني انت روح للي فاهم هيختار لك العربيه الانسب لك. يعني انا دايما اقول اصحابي اقول لهم اوعى تشتري عربيه لما ترجع لي، اوعى تروح انا اللي اقول لك تشتري. هو لازم الواحد يسال اهل العلم يعني. لان انا مذاكر العربيه. ايوه ماشي. انا مثلا واحده لما تيجي تشتري عربيه بقعد اسال كل الشباب اللي حواليا، يا جماعه الفرق ايه والموتور ايه والدنيا فيها ايه مذاكرين، والعربيه دي تبيعها سهل ولا صعب وايه الاريح وايه الافضل مين اكتر، مين متجرب اكتر في مصر، مين جديد في السوق، مين مش جديد كمان. لازم نسال طبعا، لازم نسال. والصيانه عامله ايه؟ لازم نسال. بس انت في قطع غيار ليها ولا ما تحصل لها حاجه هتقعدي تركني؟ ما احنا مش عايزين نروح للعربيات السنه، ممكن اعمل برنامج العربيات وانافس بقى الناس بتوع برامج العربيات بس جماله. فهو ده علم يا جماعه، ما ينفعش واحد ياخد فيه قرار. فما بالك بقى الاسنان، ده علم، ده علم دقيق للغايه كليا. دايما القرار يبقى لاهل العلم يعني. ده بص اللي جايه دي بقى، اللي جايه اساله اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بالظبط. فالواحد يودي الحاجه ليها. فالصح يجي العين يقول لك ايه؟ والله اختار لي الانسب اللي يطلع شكلي حلو، هختار لك احسن حاجه. ده بصي، لكن اعمل لي زيركون. مين قال لك ان انت حاله زيركون يا فندم؟ مش مناسبه ليك، حضرتك حاله تانية خالص. يعني عندي مريضه جايه عامله كل اسنانها نوع من التركيبات، ما هياش ولا زيركون ولا ولا ولا، عامله نوع من انواع البلاستكس، فبتدخل اكل وعامله لها ريحه ومضايقاها جدا. غيرنا لها كل ده الاي ماكس، الدنيا اتغيرت تماما معاه. ليه؟ دي اكيد هي حاطه تاتش او في حد قال لها اعملي كذا. لا، البلاستكس والحاجات دي كلها لا تجوز الا انها تكون مؤقته لايام معدوده بس. حاجه زي كده. بس قبل ما نشوف الحلقه دي انا نفسي اكمل لك الجمله اللي في الكيس عشان هتضحكي جدا. إيه؟ هو بيسال يقول ايه الافضل ليا بقى، الفينير ولا هوليود سمايل؟ حاجه بقى تجيب شلل اللي هو بقى انا ساعتها لا انا اسمح اللي هو بقى جري الوحوش استاذ نور الشريف في المشهد الشريف. انا اتكلمت في الموضوع ده كتير قوي بجد. لا انت بتسال عن يعني انت بتقارن ايه بايه؟ ده هوليود سمايل ده تعبير والفينير ده تعبير. ان مثلا ممكن ابقى احترم سؤالك لو قلت لي اعمل فينير ولا كراون، ده تمام. هو اللي سمعه قاله، والله اللي سمعه قاله.
يعني ايه ما جاتش بقى ان هو يفرق انت بتقول ايه، بس هو مين اطول، النخله ولا البحر؟ بحس ان انا بذلت مجهود كبير قوي ان انا اوعي الناس للصح والمنطق المظبوط، بس بكتشف ان في اسئله اللي هو كاني ما قلتش اي حاجه. لا هو موضوع ما ينفعش فعلا زي مبدا النخله والبحر مين اطول، هو ما لهمش اي علاقه ببعض اصلا. بص هو مبدئيا الدكتور هو اللي بيقرر. التجميل مسؤولية، يعني ما ينفعش تيجي يقولك اعمل لي كذا. ليه؟ أبسط حاجة، لو عايز تعمل ديكور في مكان هتجيب مهندس ديكور ولا أنت اللي هتخترع وتقول له اعمل لي هنا الحيطة خضراء وهنا برتقاني وهنا بينك وهنا؟ أجيب مهندس ديكور عشان أنا مشيت الطريق ده قبل كده، لأن أنت مش هتعرف تتخيل. أنا بعترف، شو أنا اعترفت لك اعتراف فظيع. بعد يقول لي إيه؟ يعني أنت عمال تنصح الناس؟ آه أنا روحت مرة عملت نفسي مهندس ديكور ولبست في حيطه. انا بعترف لهم لبست في حيطه كتير جدا. حطيت التاتش بتاعك. مش اسئله التاتش، انا اتنصب عليا كتير. انا يعني اتروقت بقى، دفعت فلوس في الاونطه كتير قوي اللي هو اعمل وهد واعمل وهد. يعني لو جبت لا. بقى مهندس ديكور كان هيقول لي هيعمل لك اوتوكاد ويديك تصور ويقول لك هو ده الشكل حلو ولا لا، غير ما انت بقى تجتهد وتعمل وتكتشف ان هو وحش بعد ما انت اشتريت ودهنت وخلصت. بس انا برضه ظلمت كل دوت وهترميه. هقول لك على حاجه، مشيتي في حكايه الديكور دي شبه برضه تصرف ناس كتير مع في اتجاهات اسنان مش بروفيشنال. يعني انا برضه ايه دخلت جالي مهندس طلع عيني، انت واخد بالك، فكرهني في الموضوع. لو رحت الواحد من الاول ريحني كان حببني في القصه. زي ما حد ممكن يروح ارتياح طب حته بتاعت طب اسنان فاتحه مكان بس مش بروفيشنال فيضايقوه فيكره طب الاسنان كله. صح، انت فاهم، انت فاهماني طبعا. أيوة في التعبير في التشبيه. لا هو انا مقتنعه ان الديكور يا جماعه والله مش رفاهيه، هو انت فعلا البيت دوت انت بتعيش فيه عمرك كله. لو قاعد في مكان مش مريح او في مكان مش جميل وانت حبيت تفتي بقى وتلاقي الحيطان هنا دايبه عشان في ماسوره من ورا ضربه ميه وهنا مش عكننة. فانت لو جبت حد متخصص واعزل لي الحيطان واظبط، حتى لو هتعمل حاجات عاديه دايما بحب اهل الذكر، ودي الحاجه لاهلها واقعد انت كده زي الباشا استلم علشان تبقى الحاجه بس دي. بس الاول دور معاك. دور في اهلها على هو على اهلها. صح طبعا، صح دور طبعاً. في اهلها دايما تدور على حد شغله قدامك دايما. ده 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 وجهه نظري. ما تدورش على حد باي لك يقول لك يعني ان هو الدكتور اللي تحت العماره اللي قدام العماره صحبي. كلهم كويسين، بس دايما تدور على اللي شفت شغله وشايف انه شغله حلو. ده الصح. يعني مثلا حبيبتي ديت جايه عايزه تعمل تجميل وعايزه تعمل فينيرز، طبعا احنا شايفين ان قدامنا الفكين عليهم تركيبات مكسره متغير لونها مفرقه مدخله اكل من كل الاتجاهات. مبدئيا اللي برضو بيختلط على الناس، هو انا ممكن اركب فينيرز فوق تركيبه؟ لا والله يا فندم ما ينفعش. الفينيرز لازم تتركب على اسطح اسنان طبيعيه مش على حاجه صناعي خالص. بلس اللي الناس برضو تايهه عنها الفينيرز بتبقى تغطية جزئية. وعلى فكرة الكلمة دي يقول لك ايه، طب هو تمن التغطية الجزئية زي تمن التغطية الكاملة؟ يعني تمن الفينير نفس تمن الكراون؟ ايوه نفس تمن الكراون، لان الاتنين بيتخرطوا 3D والاتنين تكلف فرق بسيط، ولو هنغلي هنغلي الكراون. لكن احنا بنعمل اتنين بسعر واحد علشان ما نتعبش بس في الجمع والطرح، وده فينير ولا ده كراون وبكام وعليك ايه ومش عليك ايه، نعمل كله سعر واحد علشان يبقى اسهل. فالحاله دي مش تمن البدله بالظبط. بص الجمال بقى، بص الفرق، احنا غيرنا كل التركيبات، ظبطنا مستوى اللسة، متصوره في يومها على فكره عشان كده اللسة شكلها زي محمره شويه، لا هي بيرفكت بس هي متصوره يوم ما اشتغلت بالظبط. قدرنا نظبط الشكل، مفيش بقى حاجه مكسره، مفيش الكلام دوت، ظبطنا يمين وشمال، ظبطنا ابتسامه، طبعا الفرق واضح جدا عن المنظر اللي هي ابتدت بيه اللي هو تركيبات مكسره. وخدت بالك فرق الطول، دي اسنان طويله وشكلها مقبول وفي ريليشن مع وشها، اللي قبل كده كانت قصيره وغامقه ومكسره ومديه كمان وشايف المعدن اللي تحت التركيب. دي تركيبات ما فيهاش معدن اصلا. فبرضو الموضوع بيفرق، ان ما يجيش المريض يقول لك اعمل فينيرز، مش في كل الاوضاع ينفع. ولما بتعمل تغطية جزئية اللي هي الفينيرز لازم تبقى باقي الأسطح سليمة
والا هتغطي برضو بتغطيه كامله لان باقي الاسطح مش سليمه. يعني الفينير ده بيركب على وش الاسنان، لازم السطح لازم باقي الاسطح تبقى سليمه. تعالي بقى نروح للحالات اللي انا بقول عليها دايما كده بجد انا بشوفها من الاول كده مقلقه مزعجه بتخوفني. ايه هي؟ يعني مش اللي فات كله، يعني اللي فات كله انا عارف اللي جاي بقى. ست لطيفة بعتالي بتقول لي ابني بيعاني من ازدحام في الأسنان. آه. فأنا بالنسبة لي أول ما بسمع ازدحام في الأسنان برتبك. ليه؟ بحس إنها صعبة، بحس إن يعني طب أعمل إيه؟ هشيل؟ هخلع؟ ده لسه صغير. طب هفك الالتحام ده إزاي؟ الالتحام ده إزاي؟ هكبر له دماغه؟ يعني مش عارف أعمل إيه بجد والله. برتبك. لا 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 دي أسهل حاجة. مش هرتبك. لا لا دي أسهل حاجة. هو بس برضو الموضوع دوت في حاجة عايزين نرسخها. دايما الأم بتيجي تلاقي مثلا سنتين ورا بعض، فبيبقى جاية على بالها تخلع الجديدة وتسيب القديمة عشان دي اللي بقالها فترة. لا، لما بنخلع بنخلع اللبنية مش بنخلع الدايمة، لان هي ما بيبقوش عارفين الفرق بين اللبنيه والدايمه، وبيتخضوا قوي من منظر الاسنان اللي طالعه سطرين ورا بعض رغم ان هي موضوع مش كبير. بس مثلا حاله زي كده، لا دي موضوع كبير، ده موضوع كبير كبير يعني. ديت طفل صغير عنده حوالي 8 سنين، عنده الاسنان عددها في الاشعه او في بقه مكتمل، بس عندنا سنتين شكلهم غريب طالعين في سقف الحلق. دي بقى مش حالة ازدحام، دي حالة زي طفرات كده بتحصل في بعض الأطفال نتيجة حاجات كتير مش عايزين نقعد نفتح فيها، بس هي أسباب كتير. أول حاجة في الحالة دي بتعمل أشعة مقطعية. دايما لما بيكون عندك حالة فيها طفرة أو فيها شيء غريب لازم تعرف الأسنان دي متصلة ببعضها ولا لأ، متصلة بالأسنان الدايمة ولا لأ، قد يكونوا فيوزد من جوه، قد يكونوا فيوزد من حتة وحتة. لأ، تعمل أشعة مقطعية وتقعد تقطع كده بالراحة وتشوف الدنيا دي واصلة لفين وإيه اللي خلى الأسنان دي تطلع. اكتشفنا إنها سنان زايدة بس ملتئمة ببعضها، يعني السنتين دول أربعة. فبنعمل إيه؟ لازم نتأكد إن كل الأسنان الدايمة موجودة، نبدأ نخلع دولت بطريق بالراحة مش في يوم واحد برضو. ليه؟ علشان ما بتبقاش دايما في الطفرات والجينات والحاجات الشاذة قوي اللي ما بتحصلش اللي في نسب قليلة جدا من البشر، ما تستعجلش في القرار فيها، تاخدها بالراحة وتخلع واحد واحد. يعني السنتين دول أربعة، يعني كل اتنين متصلين، تخلع اتنين وفي يوم تاني تخلع الاتنين التانيين، ده الأحسن. السؤال اللي جاي ده، القصة اللي جاية دي بقى قصة مشهورة قوي اللي هي الفلج. سؤال الفلج دي يعني تحس هم بيسالوا فيها كتيره قوي، كتيره جدا، وتحس ان هم مترددين معرفش ليه وهم بيتكلموا عنها. يعني عشان في ناس بتشوفها حلوه وناس بتشوفها وحشه. هي ولا صغيره وخفيفه حلو؟ لا، في كل الاوضاع مش حلو، مش حلو تجميلين، مش حلوه. يعني الخفيفه الصغننه دي مش فيها انوثه؟ والله بحس البنت يعني انوثه شويه فعلا. لا صغيره خفيفه قوي، لا لا مش متشافه يعني، يا دوبك كده بس. هو الاحلى انها تكون كلها مقفله ومرصوصه. ده علميا، علميا وعمليا. انت لما بتشوف حد حط الاسنان فيها فلج، فلانه دي بعرفها بالفلج. انت محددها بقى، ده موضوع تاني. تخيل ما تعرفهاش فانت مميزها بالفلج. لا لا لا، ساعات بنسى الناس. ساعات. طب كويس والله هايل. لا هو الصح ان احنا بنقفل طبعا الاسنان. الفلق من الحاجات اللي فعلا بتخلي الشكل مش حلو، وكل ما بيكبر كل ما بيزعل. حاله زي كده مثلا، دي بنوته، الفلق اللي ما بين الاسنان الاماميه حقيقي. لا ده ما ينفعش. كبير. طبعا. يعني ممكن تدخل صباعك في النص. كتير تقريبا. جدا. ايكوال يعني. ايكوال كتير كتير. وكمان خدت بالك ان في لسه نازله في النص كده ما بين السنتين، اللسه ديت شكلها طبعا مش جميل خالص. دي لازم بتتقص. الحالة دي لازم تمشي في طريقين، طريق التقويم علشان نقفل الأسنان دي كلها نقربها لبعضها، وطريق الجراحة إن لازم الجزء من اللثة اللي موجود دوت لازم يتشال. وهنمشي بقى في التجميل، إن هنعمل توريد للثة. يعني إيه؟ يعني بص تحت الصورة اللي تحت، اللثة لونها بامبا، اللي فوق لونها جراي داخل أو بني داخل في جراي أو جراي وبني. اللون فعلا مختلف وفعلا شكله يخلي اي بنت تبقى متضايقه.
يعني الحالة دي هتمشي في ثلاث اتجاهات: تقويم، تجميل، جراحة، علشان نقدر نوصل لشكل حلو. السؤال الجاي بقى سؤال حلو. واحد بيسأل عايز يعمل زراعة لكن عنده عدد بسيط من الأسنان، أنا مش فاهم برضو يعني إيه. يعني إيه؟ يعني إحنا ممكن نزرع يعني فك بالكامل. عنده أيوة، بس هو عنده أسنان سليمة مش عايز يخلعها. آه. فلازم أول حاجة تتقيم الأسنان دي ينفع تقعد ولا لأ. الأسنان دي لو ينفع تقعد يبقى اعمل لها على طول كراونز أو طرابيش وحافظ عليها وازرع باقي الفك. طيب لو السنان دي عمرها قليل أو تبقى شايلة عدوى، لا انت كده تبعد عنها. يعني مثلا لو قربنا للوضع، في أربع أسنان في الفك كويسين، دول يصلح انه يركب عليهم طرابيش، ركبنا عليهم طرابيش وزرعنا باقي الفك. هنيجي بعد كده نقوم محملين على الست زرعات دول باقي الأسنان اللي في الفك. فهنعمل ايه؟ هنركب كده الفك كله، وهنخلي الأسنان القليلة اللي موجودة ما زالت تبقى موجودة. يعني بص الشكل هتحس ان هو فعلا فعلا يأثر على القلب، يضايقك. يعني هي كده ولا كسبت وجهة ولا كسبت مضغ، يعني لا اللي ورا موجود ولا اللي قدام مكتمل، فمدي شكل غريب. ففعلا الحالة ديت انا ما حبيتش اخلع الاسنان الاماميه ديت، حبيت ان انا اغطيهم لانهم فعلا سلام، ما فيش تحتهم عدوى، ما فيش حركه، ما فيش منهم مشكله على الصعيد القريب. يعني مش موضوع يخليني اخد قرار ان انا اخلعهم، بس غطيتهم ليه؟ علشان احافظ عليهم، اقويهم ببعض، ادي شكل في الاخر النهائي متناسق ببعضه. عملنا التركيبات بالطريقة برضو اللي قلت لحضرتك عليها، انها تبقى سكرو ريتين، دي يعني ماسكة بمسامير في الزرعة، اقدر افكهم في اي وقت. دوت الشكل بتاع الوصلة بالطربوش، يعني الوصلة دي اللي لونها رمادي دي اللي هتدخل جوه الزرعة، والطربوش بتاع السنة ده بيبقى في بقى مسمار داخل فيهم في الوصلة دي، بنقوم قافلينه. منين ما بيكون في مشكلة قدر الله، بنفك المسمار اللي في قلب الطربوش ده وننزل القطعه دي كده على بعضها. ده بيسهل كتير في الشغل. بص بقى في الفاينل، صعب انك تتوقع ان العيانه دي مركبه، شكلهم طبيعي جدا بلمعه الاسنان بمنتهى التناسق المتناغمه بنفس ظبطه اللون. ليه؟ لان انت لما بتشتغل بخامه بتعرف تكمل بيها تديك نفس الشكل، لكن لو شغال دي بخامه ودي بخامه هتديك في الاخر شكل مش هو، هتحس ان نص البق ده لون ونص البق ده لون. عشان كده لما بيكون عندك حد جاي مركب اسنان بخامه انت مش عارفها او قديمه او مكسره، بنصحك ان انت تغير الاسنان الطرابيش دي لشكل الطرابيش النهائي اللي على الزراعه او باقي الطرابيش، عشان تدي الهوموجينيستي بتاعه الفك، ما يكونش ده لون وده لون، ده شكل وده شكل. لان انت مش متصور البوينت 001 اختلاف في درجه اللون او في الماتيريال وفي الاعتام بتاعها او مستوى نفاذ الضوء جواها، بتفرق كتير في الاخر في الشكل وفي الاول وفي الاخر. يبقى درجه اختلاف اللون بوينت 001 بس باينه باينه جدا للناس، لان الاعتام والشفافيه بتاعه الماده هي دي اللي بتفرق من دي لدي لدي، هي دي اللي بتخلي الحاجه غاليه. السؤال الجاي ده سؤال مهم قوي، لانه برضو ينتمي الى قافله الاسئله اللي تحيرني بتقلقني كده بزعج منها، وبابا مش عارف فعلا الحل ايه. بيعاني من بروز اسنان وبيسال الخطه العلاجيه، واضح انه مثقف يعني، بيسال الخطه العلاجيه، هل هو قصده يقول هل تقويم هل تجميل؟ طيب بروز الاسنان بيتقيم الاول كميه البروز قد ايه، والبروز دوت عظمي ولا سني ولا الاثنين مع بعض. عظمي يعني العظم نفسه هو اللي طالع فطالع مع السنان، ولا العظم في مكانه والسنان هي اللي طالعه، يعني العظم بيبقى في مكانه عادي والسنان هي اللي طالعه ماشيه كده لوحدها، ولا الاثنين. وبنقيم مستوى البروز يعني كميته قد ايه، طبعا دي ليها اشعه معينه. بعد كده بتقرر انت هتعمل ايه. يا اما هتعمل لو كان البروز ميكس وكتير انصحك ان انت هتعمل عمليه وترجعهم جراحه. لو كان البروز سني بس يبقى انت هتقدر ان انت ترجع السنان دي بالتقويم لورا، بس عاده حالات البروز فيها خلع. ليه؟
لان هي السنان لو ليها مكان اكيد ما كانتش طلعت كل المسافه ديت وتقدر ترجع. من ضمن المشاكل الكتير قوي اللي بتبقى مؤرقه جدا اللي هي دراكولا تيث، اللي هي الشكل بتاع الانياب اللي طالعه لبره. الانياب طالعه لبره والسنان اللي قبل الانياب داخله لجوه، فمديه شكل ضلمه، يعني السنتين الاماميين في مكانها، السنتين الجانبيتين داخلين لجوه فبيديك منظر اسود، اللي النياب طالعه لبره فبيديك شكل مخيف. فحقيقي الحاله ديت يعني الشكل اللي احنا ابتدينا بيه الحاله فعلا يخلي الواحد متضايق. حتى الفك اللي تحت لو حضرتك بصيت ناحيه الشمال هتلاقي في دروس طالعه بره الفك خالص، ماشيه بره كده في بره الصف خالص، ده يمين وشمال هتلاقي دروس ماشيه كده لوحدها. السنان دي كلها والدروس دي كلها لازم تتعاد التراص بتاعها، تراص يعني تترص تاني مظبوط، ولازم تبقى معشقه مع بعضها. يعني ما ينفعش دايما الناس تيجي تقول لي ايه، طب حضرتك اشتغلين في الفك اللي فوق بس ومش مهم الفك اللي تحت، اخلي ده بعدين. لا ما ينفعش، في التقويم بنشتغل الفكين مع بعض علشان السنان تبقى معشقه مع بعضها وعلشان تدي الشكل الطبيعي في الاخر وتعرف تنضغ عليها وتبقى السنان ديت بتعمل ماكسيمم انتركسبيشن، يعني بتدخل مع بعض ماكسيمم عشان تنضغ الاكل، لان ما فيش حاجه اسمها اشتغلي فك واحد واجلي التاني في التقويم الا التقويم. الفكين بيبقوا مع بعض علشان الماكسيمم انتركسبيشن يدخل السنان مع بعضها. عندي بقى فقره جديده هي مفاجاه بالنسبه لي، فقرة اسمها من التراث. اوكي حلو التراث، حلو التراث، بحب الحاجات التاريخية قوي. التراث لا ده مش تاريخية، وبقعد اتفرج على واقعد اسمع حاجات تاريخية واقرا كتب تاريخية، بحب التاريخ. لا هو ده مش تاريخ، ده تراث، تراث شعبي. معتقدات شعبية مش يعني، مش معتقدات، أمثلة. أنا هقول لك المثل، هقول لك الكلمة، مش لازم يكون مثل، هي جملة في دماغنا، في دماغ المصريين ثابتة، بيبقى من السينما من الكلام الشعبي، وتقول لي تفكرك بإيه على طول، اللي يخطر في بالك قوليه. حلو، أول جملة مشهورة هي مثل، مش مثل، معروفة جدا، ليك يوم يا ظالم. مين اللي تقولي له ليك يوم؟ يعني ما تحس كده أول ما أقول لك ليك يوم يا ظالم ينور في دماغك في حتة معينة. لما حد بيجي لي عامل زرعات حقيقي وحشة ونصها في الهوا وجاي لي المريض يقول لي ركبي عليها، ببقى موقف محرج قوي فعلا. دي لك يوم يا ظالم، هركب ازاي؟ هو حاجة نص الزرعة في الهوا وبعدين تتحط في موقف لا انا اعرف اشيلها. مين الظالم في الحالة دي بأمان؟ اللي ركب، اللي زرع. طبعا اللي زرع وخلى زرعات واقفة كده، هو خد قرار سريع. ده كان لو العظم قليل قوي كده في الستارت بتاعه كان يزرع عظم الاول مرحله منفصله. بس ما ينفعش ان احنا نبقى مشبطين الزرعه ونصها كله في الهواء ويجي لي بقى يقول لي ركبي. موقف حرج جدا جدا. لا قادر تقول له شيل ولا قادر تقول له اكمل، فانت كده بقيت انت اللي واقف اعمل ايه دلوقتي في الموقف ده؟ حد على اللي عامل ليك يوم مثلا. طيب اللي جاي ده بس فكري فيه قبل ما تقولي، لان ده معروف جدا. تلم المتعوس على خيبر الرجع. اتنين، خلي بالك هما اتنين. نم المتعوس على خيبر الرجع. يعني انت شايفه بقى الجنبين مخطئين. بعد في متعوس وفي خيبر الرجع. هقول لك لما بيجي لي عيان عامل كل جنب عند دكتور وكل جنب فيه مشكله اكبر من الثانيه. يعني واحد جاي لسه كان امبارح جاي في اله مكسوره جوه ضرس، وواحد تاني وراح لدكتور تاني في الجنب التاني كاسر جاي يخلع الضرس، حصل مفارقة معرفش ايه هي، اتقطم الضرس منه بقى الجزء اللي من بره في ايده وسايب الجذور بتاعة الضرس في العظم. فهو حب يهرب من الدكتور الاولاني راح للدكتور التاني، في الاخر جالي انا بقى احل المشكلة. طب الثالثة دي مشهورة جدا جدا، ودي حاجة اكيد هتطلع من دماغ الناس، يعني لازم تطلع من دماغ الناس زي المعنى اللي هقوله ده، جواز عتريس من فؤادها باطن، مشهورة طبعا في شيء من الخوف. مين اللي انت لما تسمعي جواز باطل باطل حاجه لازم تبقى تنتهي لانها باطل؟ ان بيجي حد عنده سقوط في الجيب الانفي عنيف ويقول لك ازرعي لي زرعه قصيره. طب بصي زقيه بس شويه ونحط زرعه طويله سنه. طب انا ممكن ازرع ومش مهم اكل على الضرس ده،
ده فعلا جواز عطريس من فؤاد باطن. مش ممكن باطن. مش ممكن. لازم تتعمل عمليه كامله ويترفع الجيب الانفي ده تماما ويديني مسافه كافيه احط فيها زرعه منطقيه، لان الجيب الانفي مكان الضروس اللي بننضغ عليها، يعني المكان ده هتنضغ عليه قوي، يبقى ده لازم تحط فيه زرعه طويله وعريضه. اها هو ده. كان نفسي تدخلي واحد من دول في الماتيريال. الماتيريال محتاج لك يوم يا ظالم، محتاج الماتيريال البايظه مع حد ما عندوش ضمير بيستخدم ماتيريال بايظه يتقال جدا عليهم لتلم الماتيريال. لا هو انا 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 ممكن احطها، بس هي جت على بالي الجيب الانفي، ان فعلا الموضوع لا ده حلو ما بيمشيش كده ابدا. ودايما بقول يا جماعه مشتقات البلاستكس ديت حاجات مؤقته، بيجي لي كتير وبالذات من الاقاليم، لان بيبقى الدكتور مش منتظر ان العيان هيدفع او المريض مش عايز حاجه غاليه، فبلاقي كتير قوي جايين بتركيبات بلاستيك حقيقي بتبقى لما اكلوا بكتيريا عامله تغيير في ريحه الفم شديده، مجمعه عليها بكتيريا. حقيقي البلاستيكات احنا بنشتغلها بس على مستوى مؤقت، اللي هو انت عايز تركيبه يومين ثلاثه وهترجع تستلم الدايمه بتاعتك، لكن تتعمل فور ايفر دي مشكله فعلا. نورتيني، ربنا يخليك. هيجي امثله تعبر على البلاستيكات. ضيفتي العزيزه المبدعه دائما الاستاذ دكتور اسراء السعيد كانت في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.